آلام المفاصل، اسمعوا لي هالكلمتين هدول باختصار من واحد يعتبروني زي ابنكم أو زي أخوكم، وبدنا نعطيكم هالنصائح هذه اللي نستوعبها ونفهمها. أول شغلة، العلاج الدوائي التقليدي هدفه تخفيف الأعراض وليس عملية العلاج والشفاء التام. الشفاء التام والعلاج في شغلات تانية بتجيب لكم إياه، بس مش الأدوية. الأدوية بناخدها إن نخفف الالتهابات شوية، نخفف الألام قد ما نقدر، بس الأدوية والمسكنات والأمور الطبية والإبر هذه كلها بتخفف الأعراض وبتضلكم ماشيين عليها بشنطة الدواء هذه تاخدوها معكم، يعني الآلام ما بتروح. شو اللي بده يروح الآلام هذه؟ بدنا نخلص من آلام المفاصل، نخلص من ما هي آلام مركبة كلها، يعني ما بتكون بس في المفصل ولا التهابات في المفصل نتيجة روماتايد أرثرايتس أو مشاكل تغيرات تانية في المفصل، بس بصير في عنا جفاف في المفاصل، بصير في عنا عدم لزوجي في المفاصل في الغشاء اللي موجود في المفصل، بصير في عنا ذوبان واهتراء في الغضاريف هذه اللي بتكون بين كل عظمة والتانية اللي بتشكل المفصل، وبالنتيجة بصير في عنا خشونة وبصير في عنا تحدد وبصير في عنا ضعف عضلات حوالين المفصل، لأنه المفاصل إذا ما تحركت لمدة أسبوع في هاي الحالة التغيرات هذه بتبلش تزيد، زي فصلات البواب اللي موجودة عندكم في البيت، إذا ما فتحتوا الباب وما سكرتوه دائما بصير بصدي والمفاصل بتصدي. إذا ما حطيتوا زيوت بعدين على الفصلات هذه وصرتوا تحركوا فيها شوية شوية بتفتح وبتبطل تزعق، نفس الشيء المفاصل، نفس المبدأ، ما بيمشي معها إلا نفس الطريقة. المفاصل مبنية على الحركة وهدفها إنها تحركنا. هلأ إذا وقفنا الهدف هذا في هاي الحالة بتبلش كل المشاكل. ماشي، العلاج، العلاج هو عبارة عن نظام حياتي أنتوا لازم تغيروه. أول شيء من ناحية التغذوية عشان نخلص منها، تركزوا على الشغلات اللي بتبني وبتساعد المفاصل وبترطبها وبتزيتها وبتخفف الالتهابات، ويمنعوا السموم هذه اللي بتترصب في هالمفاصل وبتضعفها وبتخلي حركتها خشنة. أول شيء بدكم تركزوا على الشغلات المفيدة زي الأسماك، زي الزيوت، زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات، الخضروات، الشوربات، شوربات عظام البقر هذه لازم مرتين ثلاثة في الأسبوع، كاسة كاستين، مع الفلفل، مع الليمون، مع البهارات هذه تشربوها، هاي أساسيات. المشروبات اللي بدها تعطيكم طاقة، كل المشروبات الساخنة هذه من نعنع، من زعتر، من شومر، من بابونج، من ينسون، من كركم، من زنجبيل، من عسل، من ليمون، من كرفي، هذه كلها بتساعد، هذه كلها بتخفف الالتهابات، هذه كلها بتلين، هاي كلها بتعطيك المكملات الغذائية والفيتامينات اللي انت حضرتك بدك اياها. ركزوا على الليمون، على المياه مع الليمون 8 مرات في اليوم، كل ساعتين ثلاثة اشربوا لكم كاسة كاستين مع المشروبات الساخنة هذه. ركزوا لي على تغيير النظام، هاي بدكم رطوبة أكثر للمفاصل وبدكم طاقة أكثر. فالنظام الغذائي أساسي، غير النظام الغذائي طبعا الحركة 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 الحركة، بدون حركة على الفاضي ما بتجيب نتيجة. الحركة أبسط أنواع الحركة اللي المفروض كل واحد يسويها، اللي هي نص ساعة مشي في اليوم، نص ساعة مشي في اليوم، ممكن تكون ربع ساعة مشوارين في اليوم صباحي ومسائي، ويكون مع صحبي. يا أخي خدوا هالجراتكم، خدوا هالنسوان، خدوا أصحابكم واطلعوا كزروا تمشوا، وانتوا تتمشوا احملوا عصي، احملوا عصي. يعني اكثر انواع الناس اللي بدهم يمشوا وبيمارشوا هواية المشي اللي هي هاي، حتخفف من كل الالام وحتوقي من الجلطات الدماغية والجلطات القلبية، وتخفف الام الكولون وتخفف كل الامكم وتوصلكم مواد غذائية، واهم من كل هيك حتحرك المفاصل، حتقوي العضلات، حتلينكم، حتشد عظامكم، حتقوي عظامكم. بس مشي مع العصاي، وتاخذوا لكم لتر مية
او لترين مع الليمون مع الجنجر مع البرتقال، هاي العصائر الطبيعيه، وانتم ماشيين وضلكم اشربوا مي وتحت الشمس ومع الشمس ومع فيتامين د اللي هو اساسي اساسي لقوه المفاصل وقوه العظام، ومع تمارين تنفسية اللي تطلعوا منها السموم هذه وتحركوا مفاصلكم وتقووا عضلاتكم. هاي مشوار صباحي مساي، هاي أساسيات، وهذا بيخفف الضغط النفسي، بيخفف الإنسولين عندكم، بيخفف الضغط، بيخفف مشاكل الكولون، يعني كله بنص ساعة، نص ساعة بس مشي. الشغلات الثانية طبعا الرياضات الخفيفة، الرياضات الخفيفة اللي ما فيها عنف، يعني مش رقاد، مش هرولة، مش جيم، هاي بدها الرياضات البايك البسكليت اللي لازم يكون عندنا في البيت محطوط ثابت، اللي نضلنا نحرك جرينا ونحرك القلب ونحرك الأوعية الدموية ونخفف منها منها الخشونة. هذه البسكليت ممكن يعني نص ساعة في اليوم، ربع ساعة الصباحا، ربع ساعة مساء كفاية. وانتو قاعدين على البسكليت طبعا مريح البسكليت، بتكونوا واضعين حالكم في وضعية صح، رافقين راسكم، تتنفسوا شوي شوي. وانتو على البسكليت نفس الشيء، بدكم تشربوا مية وتحافظوا على المية وما توصلوا لمرحلة الارهاق في اي تمرين بدكم تسووا. مرحلة الارهاق هذه ما بدنا نوصلها، والتعب والألم. اذا تعبنا بنرتاح وبنرد نكمل، بنرتاح وبنرد نكمل، كمل. هذا هو الطريق الصح. هلا من ناحية تانية المياه، المياه شغل أساسي، يعني الحمام هذا المي السخنة وفي نهايته المي الباردة دقيقتين كل يوم للناس اللي عندهم مشاكل في المفاصل، هذا أساسي. كل يوم الفترة الصباحية خشونة ضروري تأخذوا حمام مي ساخن، مي فاترة وفي نهايته مي باردة، هذا حيخفف من خشونة المفاصل وألام العضلات وألام المشاكل الثانية اللي هي بتكون بزيادة ملحوظة في الفترة الصباحية، وأعراضها بتكون من ألام من نمنة من خضران كلها في الفترة الصباحية، والجلطات القلبية كلها في الفترة الصباحية، يعني كل شيء بيحصل في الفترة الصباحية. فإحنا نصحى بدري ونبلش يومنا بمشي، بحركات تنفسية، بطلعة، نغسل نفسنا، هاي أساسيات. النوم ضروري جدا، وانت المفاصل هاي بدها تتصلح، وانت المفاصل هاي بدها تعيد تبني الغضاريف اللي فيها، كيف منا نخفف الالتهابات، كله بيحصل في فترة النوم وانتو نايمين حضراتكم. عشان هيك دايما بنكرر الفرش تكون صوف، الفرش تكون تتشمس نظيفة، الشرشف نظيف، المخدة تكون صوف، الشراشف نظيفة، الوضعية تاعت الفرشة تكون مريحة، وضعية النوم تاعتكم تكون مريحة، اللي العضلات والمفاصل يأخذوا راحتهم أثناء فترة النوم، الوضعيات المريحة اللي هي نوم على الظهر وتبكوا ساندين رقبتكم إذا في مخدة بسيطة، وإذا في عندكم آلام في الرقبة حطوا لكم بشكير، لفة بشكير هيك إنكم تسندوا الرقبة. ركبكم لازم يكونوا مسنودين، يعني تحت الركبة لازم تحطوا لكم مخدة هيك وانتوا نايمين على ظهركم، وانتوا نايمين على جنبكم اليمين بتحطوا مخدتين تحت ركابكم، هذا بيساعد كتير. وإذا متكسلين تحطوا مخدات، خذوا من الحاف هذا الكبير وصيروا حطوا في الحاف بين ايديكم بين اجريكم، هذا حيعطيكم راحة تامة ونوم عميق وحيخلي المفاصل تاعكم تكون ألامها أخف أثناء الفترة الصباحية. الشغلات الثانية اللي لازم تعملوها مرة مرتين في اليوم اللي هو الدهن بالزيوت، الدهن بالزيوت، وأقل شيء أقل شيء تدهنوا بزيت الزيتون. إذا مكسلين تحطوا لكم شوية حب رشاط، ملعقتين ثلاثة اللي هو أساسي أساسي للكولاجين، أنتوا بدكم كولاجين وبدكم تخفيف للألام. هاي بتلاقوها في مطحون البذور هذه اللي بنحكي لكم عنها، القائمة واسعة واسعة كتير. هذا استخدام خارجي، يعني لا بحل ولا بربط موضوع المضاعفات، هذا بس الزيوت هذه المخلوطة بالأعشاب هاي فقط بتلين بترطب بتعطي مواد غذائية وبتخفف الألام بشكل مباشر. القائمة للخليط هذا اللي بدكم تخلطوا مع زيت الزيتون كبيري، بعطيكم الخيارات وانتو خلطوا زي ما بدكم، عندكم الكركم، عندكم الزنجبيل، ممكن مطحون، المطحون ملعقة ملعقتين، عندكم السمسم، عندكم حب الرشاد، عندكم الخردل، الخردل الأبيض، الخردل الأسود، عندكم الشومر، عندكم البابونج، عندكم اليانسون، عندكم النعنع،
عندكم المورينجا، عشبة المورينجا، عندكم عشبة الكريس، عندكم الخيارات مفتوحة، بس مجرد اطحنوا وخلطوا معها الزيوت وبلشوا استخدموا فيها مباشرة على منطقة الألام أو كل جسمكم، ادهنوا حالكم وإذا بتغضروا بيكون كويس كتير. هذا حيريحكم، حيريح المفاصل، حيريح الجهاز التنفسي، حيريح الجهاز العصبي، حيقوي أعصابكم اللي هي أساسية تقوية الأعصاب في تقوية العضلات وتخفيف الألم. فهذا كلها الإجراءات والزيت والدهن والمساج حوالين المنطقة. المساج يعني بدكم تعملوا حركات شوي قوية على العضلات، لما تمسكوا حالكم وتعملوا للعضلات وتحركوا العضلات، انتوا ما بتعملوا اي شيء ضرر، انتوا هاي العضلات هي المضخات تاعت الدم اللي بتكون مليئة في الدماغ. فانا لما اضغط بالطريقة هذه كل ما شعرت في ألم يعني بدي اضغط اكتر، بدي احرك بدي احرك. لا، هاي الحركات امنة 100%، لا حنضر شرايين ولا حنضر اعصاب ولا حنضر اوعية دموية ولا حنضر مفصل ولا حنعمل تمزق ولا حنعمل شيء. اللهم حنحفز الجهاز العصبي، حنخفف الاسترس والضغط النفسي، حنخفف الألام مباشرة بمجرد ما وضعتوا ايدكم على اي منطقة الألام مباشرة بتروح. حندخل هالمواد المرطبة المنعمة المخففة للالتهابات مع زيت الزيتون لحاله، هو خلطة علاجية لوحده بدون إضافات تانية. هاي بدها بس همة وناس يعملوها. الشغلات التانية التمارين اللي بتحافظ على ليونة المفاصل بوضعها الكامل، وضعها الكامل يعني إذا بدي أحني ركبتي أنا الوضع الكامل إن أحنيها لحد هيك، إني أرفعها لفوق، إن احنيها على الجنب، إن احنيها على الجنب الثاني، ألفها بالطريقة هاي، ألفها بالطريقة هاي. اطلعوا على حالكم في المراي، شوفوا كيف بتمشوا، شوفوا كيف وقفتكم، اطلعوا من الجهة الجانبية، يعني راقبوا جسمكم، شوفوا شو الشغلات اللي فيها مشكلة. مثلا مش قادر ارفع ايدي لفوق، بضلني احرك مرة مرتين ثلاث، يوم يومين ثلاث، اسبوع اسبوعين ثلاثة حسب الحالة، بس في النهاية بوصل كتفي للوضعية الطبيعية، بوصل اجري للوضعية الطبيعية، بوصل ايدي للحركات الطبيعية اللازم تتحرك فيها. فهذه التمارين ضرورية. اذا واحد عنده وحاسس انه في خشونة بده يمسك ايده ويظله يحرك، بده يمسك الركبة ويظله يحرك للوضعيات الطبيعية. المشدات، العصي، الادوات المساعدة للحالات اللي في عندها آلام كتيرة. الآلام مش مبرر إننا نوقف نتحرك ونوقف نعمل تمارين ونوقف الأمور هذه، لأنه بزيد الطين بل توقيفها. فالآلام مقدور عليها. في عندك آلام في ركبتك، بتحط مشد، بتلف لك خركة، بتلف شال على إجرك وبتحمل عصاي وهيك ما بيكون في أي آلام، بس المهم إنك تمشي. في عندي آلام في ظهري، بترفع راسك وبتحط المشد وبتضلك تتحرك وتمشي، لأنه المشي والحركة أفضل علاج لآلام العمود الفقري. هذا مش هيمنعنا. الأحذية، ديروا بالكم على الأحذية، نقوا الأحذية المريحة، الأحذية اللي من جلد، من شيء طبيعي مش بلاستيك. الأحذية لازم تكون منبسطة مش مرتفعة، اللي وتكون ماسك القدمين، وخصوصا لما تمشوا بدكم توازن بدكم قوة، فلازم الحذاء يكون كويس. الجربات بدكم تحطوا جربات يا قطنية أو من مواد طبيعية. ابعدوا عن الجربات الثانية لأنه هذا حيتعبكم كتير وحيسبب مشاكل كتير وتقرحات في جريكم من الشغلات الصناعية. ركزوا لي، اصرفوا شوية على الشغلات الضرورية هذه. الشغلات الثانية في آلام المفاصل اللي هي عملية الضغط النفسي والضغط والستريس، هذه بتأثر تأثير كبير على مشكلة، على زيادة حدة شعورنا في الآلام وزيادة الالتهابات طبعا. الضغط النفسي مقدور عليه، مقدور عليه في التبخيرات هذه، في الأعشاب هذه، مقدور عليه في التمارين والمشوار هذا اللي بدنا نطلعه مع اصحابنا مع اهلنا مع في البريه، نمشي نتحرك،
مقدور عليه لما ننقع حالنا في البانيو فترة المساء ونحط الملح مثلا 3 كاسات ملح، نحط لنا 3 كاسات خل تفاح في هالبانيو في المياه الساخنة، ونحط مغلي من الأعشاب هذه النعنع الزعتر الشومر اليانسون في هالبانيو، ونحط لنا بريك شاي بحدنا مع إكليل الجبل أو المليسة أو الشاي الأخضر مع الليمون، ونظلنا نشرب 2-3 كاسات في الفترة المسائية. هذا حيشيل كل الستريس وكل الضغط النفسي، وحيعطيك راحة نفسية وتروح تفرز هرمونات اللي بدك إياها، الميلاتونين اللي تروح بنوم عميق وتحصل الفائدة هاي من النوم. يعني كل شيء مقدور علينا، مقدور عليه، كل شيء بتحسن، بس بده مواظبة وبده وقت وبده صبر، مش نضلنا نلفلف ونروح على أدوية وعدكاترة وهون وهون، وإحنا الحل موجود بين إيديكم، بس بده واحد يقول يا الله لو في أدوية أو في علاجات سهلة بدون ما تعملوا أي شيء، هذا اللي بدكم إياه كان بنعطيكم إياه. بس للأسف الشديد، للأسف الشديد هاي المشاكل كلها علاجها ذاتي، علاجها بيتي. لا تقول لي بروح علاج طبيعي ولا بروح مش جلسات كذا ولا بروح، روح زي ما بدك وخذ زي ما بدك، بس هذا العلاج اللي بحكي لك عنه هذا بيتي، هذا بإيدك أنت، وأنت بتنفذه وما بتعارض مع أي مشكلة تانية أو ما أي علاج تاني أنت بتاخده. أنا ما إلي خص في العلاجات التانية، جابت نتيجة ما جابت نتيجة، بس هذه الطرق اللي بقولكم إياها هذه هي النتيجة، وهي هي الأساس في تأهيل الناس في أمراض المفاصل وألام العضلات. بدكم تردوا على واحد زي حالاتي بعد 30-35 سنة قضى عمره في هاي الأمور، حياكم الله، هنا بنعرض لكم شو اللي عنا بقلب مفتوح وبدون لا لف ولا دوران. بدكم تتبعوا الأوهام والدعايات اللي قصتها بس فس يعني مصاري وبزنس ومتاجرة فيها آلام هالناس ومصاعبهم، والمريض بتعلق بكشة، انتو كشتكم الوحيدة اللي ظلتها هالكلمتين هدول اللي بنحكي لكم وهالشغلات اللي بنعلمكم إياها، بس سووها، وهاي هي كشة النجاة اللي ما حدا بيقول لا عنها ولا حدا بيقول شو هالحكي هاد وهاي ما بتفيد. الكل مجمع انه هذه هي الشغلات النهائية للعلاج، واحنا ما بنقصر طبعا في اعطائكم كل التفاصيل بالتفصيل كيف تعملوا هذه الامور وكيف تطبقوها وكم من مرة وكديش وكيف تعملوا الزيوت. يعني ما خلينا شيء اللي ما علمناكم اياه، بس استفيدوا وقولوا يا الله وبلشوا، وبدون خوف، بدون خوف، بدون خوف، لأنه زي ما بحكي لكم ولا بتتعارض مع أي شيء ولا ممكن تعطيكم أي ضرر، أي ضرر، بالعكس هتلاحظوا الفاعلية مباشرة مباشرة مباشرة، وحتدمنوا على الأمور هذه وحتشوفوا إنه حكي هو الصح، هو الصح، بس أنتوا فاهمين وعارفين، بس بدكم واحد اللي يعني بدنا العصاي، العصاي هذه مهمة في التمارين، ولما كلكم يعملوا بالعصاي ساعتها بتنفذوا وبتتشجعوا أكثر. تحياتي لكم، شكرا لكم، سلامات.